وحينئذ يكون الجهاد فرض عين. إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وأن لا يتخلف منهم أحد إلا من عذره الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره ولا تضره شيئا. المهم أنه إذا استنفر الإمام الولي على الناس، إذا استنفر الناس وجب عليهم أن ينفروا، ولا يحل لأحد أن يتخلف إلا من عذره الله. وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، يعني إذا جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. الحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الموضع الرابع إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من فرد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه. ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية.